عسلامة، أنا حسان من تونس، 22 سنة، طالب في الإعلامية، لكن سنة ما قرينا حد شيء، قرينا كان شهرين برك. بهذا يعود الجرافات، برشا جرافات. الأساتذة مش قاعدة تقري، وين ما تمشي يقولوا لك روح، ما ثماش كور، ما ثماش ديزيكزامان. وبالنسبة لي ما نعطيك صوتي كان ما تحسن مستوى التعليم وتنحي الجرافات هذه اللي تعود بالسلب على التلامذة وعلى الطلاب. وحاجة أخرى، ما نعطيك صوتي كان ما توفر مواطن شغل للتلامذة اللي خريجين جدد، خاطر التلامذة والطلاب اللي قاعدين يخرجوا قاعدين في القهاوي في البطالة، يعني مش قاعدين يعملوا في حتى شيء.